جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من فتن هذا الزمان، وقبل قليل كان حديثنا عن الفتن شيخ صالح، من فتن هذا الزمان أعمال المرأة التي تنوعت ووصلت إلى الحد الذي وصل إليه الرجال. لعل الشيخ صالح كلمة. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنسين وهيأ كل منهما لما يصلح له من الأعمال. الرجال لهم أعمال لا تقوم بها النساء، والنساء لهن أعمال جليلة لا يقوم بها الرجال، فكل يقوم بما هيأه الله له. الرجل مهيأ للغزو والجهاد في سبيل الله، مهيأ لطلب الرزق والأسفار والضرب في الأرض، مهيأ للرعاية لأهل بيته والقيام عليهم وتربيتهم إلى غير ذلك، مهيأ للمشاركة في مصالح المسلمين. أما المرأة فإنها خلقت أيضا لأعمال عظيمة في بيتها، من رعاية بيت زوجها والعشرة معه والسكن معه، سكن النفسي والراحة النفسية بين الزوجين كل منهما بالآخر، تربيتها للأولاد، حملها وإرضاعها، تربية وقيامها بأعمال البيت. الرجل يعمل خارج البيت والمرأة تعمل داخل البيت، تتكامل الأعمال من داخل ومن خارج بالنسبة للأسرة بالنسبة للأولاد. إذا قام كل بعمله تمت المصالح. أما إذا خولفت الفطرة الإلهية وقامت النساء بأعمال الرجال وهن لا يطقن ذلك، حتى ولو حاولنا أو حاول أدعياء هذا العمل حاولوا إقحام المرأة في أعمال ليست من اختصاصها، فإنها سيظهر عليها الضعف والفشل، وفي النهاية تنهار أعصابها وتنحف. وهذا شيء مشاهد ومعلوم ومجرب، لأنه خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهيأ كلا لما يليق به من الأعمال. الواجب على الشعوب وعلى العقلاء من الناس أن يتبصروا في هذا الأمر، وأن يعيدوا كل شيء إلى نصابه حتى تتم المصالح وتقوم الفوائد وينتظم العمل المشترك المجدي المفيد للشعوب والأفراد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذي يحلو لهم الحديث عن النساء شيخ صالح يعتقدون أن مثل هذا الكلام فيه غمطا لحقوق المرأة وفيه انتقاصا لحقوقها، ويدعون أن المرأة غزت الفضاء وركبت الطائرات الحربية وقادت الشاحنات ودخلت المناجم أيضا. لعل الشيخ صالح كلمة. الأمر بالعكس، الذين أقحموا المرأة في أعمال ليست من اختصاصها هم الذين ظلموها وهضموها حقها وحملوها ما لا تطيق وعطلوا مصالحها في المجتمع. هؤلاء هم الذين عكسوا الأمر. ولو غزت الفضاء كما يقولون، ولو قادت الحركات في الدبابات والطائرات وغير ذلك، فإن ضعف المرأة يبدو عليها وطبيعة المرأة تغلب عليها، فهي امرأة مهما كان. بخلاف الرجل فإنه رجل يقوم بالأعمال الرجالية التي جعل الله فيه استعدادا لها. فهؤلاء الذين جعلوا الرجال يقومون بأعمال النساء في الطبخ والكنس وأعمال البيوت والخدمة كما يقولون، وجعلوا النساء تخرج لأعمال الرجال، هؤلاء عكسوا الأمر، وسيظهر الفشل على هذه الأعمال، وستظهر النتائج على هذه الأعمال إما عاجلا وإما آجلا، وهم يعلمون ذلك، ولكنهم يغالطون أو يريدون إفساد المجتمعات أو يريدون أن ينالوا من المرأة ما يريدون من شهواتهم المحرمة، وأن تكون مضغة في أفواههم وفي أنظارهم يتمتعون بها، ثم يكون مآلها إلى الهلاك وإلى الفشل وإلى النتائج الوخيمة. نعم.